في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.